هاي، ايه المزة الجامدة؟ انت بتستهبل ولا سكران؟ تسيبها وتاخد كام؟ حبيبي، احنا مش فاضيين للعب العيال ده، وانصحك نصيحة، امشي من هنا قبل ما تأذي نفسك. طب انا عندي ليك عرض احلى، ما تيجي انت معايا؟ اصل انا زيك برضه مستني الشنط تحط. الله ينور عليك، خليك حلو. ما تخافيش يا مز، انا مش هسيبك، انا حبيتك. ثبته، وانت مستنيه ايه؟ يلا اهربي. انتوا مش قد اللي بتعملوه ده، انتوا هتتسببوا في مجزره كبيره. يا سيدي ولا مجزره ولا حاجه، احنا نقوم مع بعض دلوقتي. عمر، في شنطتين دلوقتي، بتعمل ايه؟ اوعى تكون فاكر انك كده مأمن الشنطة، احنا مراقبينك بقالنا شهر، وعارفين انك هتاخد احتياطات كويسة قوي. العيال دي هتقبض عليها في الشارع اللي ورا. الشنطة مع اللي اتحرك ناحية الشمال. بني آدم ده غريب قوي، لما بيحس بخطر بيبص على أهم حاجة بالنسبة له. ثبته. شاي لو سمحت. على السلامه.